من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه الأمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله لهم من الشرف في القسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور العمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعليم والسجود. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. هذا ماجو supaya tidak cepat mandul. يا نبي سلام.